أتذكر مرة شفت عباس رئيس فلسطين، نعم، والتقينا في قال لي شو هالداود هذا؟ قلت له قال شو هالداود؟ بيعجبني. قلت له قال عم بيقلد، يعني واخد إعجاب كبير يعني. صحيح. يعني محمود عباس كان يثني على داود. أكيد. قال لي شفتك مع داود في المقابلة، ظهر هذا الجزء اللي عمل داود شو؟ عمل لي هو صحيح فترة، عمل لي لقاء، قال لي شفتك مع داود حسين، وبعدين أخذ يثني عليه. صحيح. إذن دامنا تكلمنا عن داود، نعم، داود حسين الآن معانا، موجود هنا، موجود عبر الهاتف، نقول لك مساء الخير أبو حسين. مساء الخير، ويا هلا ويا مرحبا، وسعيد جدا أني أنا يعني أول ما قالوا لي أني راح أكون في مداخلة مع هذا الإنسان، هذه القيمة والقامة الكبيرة، والله الفرحة ما شالتني. طول عمرك، شنو ودك تقول الآن؟ يعني ضيفنا اليوم دكتور نجم موجود معنا في عسيف، أكيد عصبت، يعني شرح يقولي سبني مثلا. لا لا لا، ولدي داود، ولدي واحد أولادي. حبيبي والله اللي بقوله إن الأستاذ يعني دكتور نجم صراحة يعني اسم على مسمى، إضافة على إن يعني حتى أنا يوم خذيت الجائزة في مسرحية دار، لمن أنا مثلا سويت طريقة إلقاء دكتور يعني الكبير، يعني اللي أنا يعني الله يحفظك، كذا أحب الدكتور، يعني لما أنا قلت لي شخصية وأنا أحبك، فعلشان كذي ما استغربت إني خذيت الجائزة، الحمد لله. أي والله، لأني بالفعل أحبك يعني، فأنا أفتخر إنه يعني عندنا يعني طاقة وقامة كبيرة أدبية، وترى أنا وايد أحبك، عشان كذي يمكن الناس يمكن تقول إني أنا ممكن يعني يمكن يعتزين، بس والله العظيم هذا اللي بقلبي، والله يشهد. يعطيك العافية أبو حسين. يعني داود شكرا يا حبيبي، طمني عن صحتك، عساك بخير. يا بعد عمري أنا بخير الحمد لله حبيبي، الحمد لله. يعني ما دخلت معانا مرحلة السمكرة؟ إحنا داخلين مرحلة السمكرة. يعني على ساعات يقولون لي شيء ممكن في زهايمر على خفيف، بس الحمد لله على كل حال. فنان الكبير داود حسين، شكرا لك على المداخلة، ونهنيك ونبارك لك على نجاح سرب الحمام ومنها الأعلى، قدمت عمل جدا وطني وجميل.